السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف حاجة جميلة اللي هي كاميرا ماوس، إن أنت تتحكم في الماوس من خلال الكاميرا. في تطبيق اسمه كاميرا ماوس، باجي هنا وبقول له أتك على المكان اللي في العين، تمام. هو كده بيسجل الموضوع. أسيب الماوس وأبدأ أحرك العين، فتبدأ الماوس تتحرك معاها زي ما تتحرك. يعني أجيب الراس مثلا فوق تلاقي الماوس طلع ونزل زي ما أنا عايز، وتقدر تظبط شوية خصائص، تمام. انا ممكن اقول له من السيتنج ماشي. تعمل كليك مثلا لو انا عملت مثلا حاجة معينة لمدة ثانية، مثلا قفلت العين مثلا، تمام. ممكن مثلا اول ما تسكيل يعني الكليك دي تعتبر كذا كنترول ابدا اتحكم فيها. في شوية حاجات تحكم، دي بداية ان انت تبقى فعلا تتحرك او تتحكم بالماوس من خلال العين، يعني من خلال الجسم مثلا. تبدأ اي حركة معينة يترجمها لحاجة تانية خالص، تمام. يعني ده هو مثلا، انا مش ماسك الماوس خالص، ومجرد ان انا بحرك الراس تلاقي الماوس اتحرك زي ما انت شايف. ممكن نبدأ نظبط مثلا كليك يمين وكليك شمال والحاجات دي كلها. هي تجربة لسه موجودة في المختبرات، بس ان شاء الله تبدأ تطبيقات كتيرة تبدأ تشتغل بيه ان شاء الله. والموضوع سهل وبسيط، بس عشان انا لابس نظارة فما تحكم مش قوي. اتمنى ان احنا نجرب التطبيق دوت، لذيذ يعني، كاميرا ماوس.